فتحي، اسم ترند على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال شهر رمضان. الصور بتظهر تفاعل الناس مع شخصية فتحي اللي قدمها الفنان أحمد زاهر. الملفت في الموضوع هو تفاعل الفنان أحمد زاهر شخصياً مع شخصية فتحي، وكان يشارك الناس فرحتهم في انتصار الخير على شخصية فتحي الشريرة، مستعمل كلمات المخرج عايز كده. مش بس أحمد اتفاعل مع الموضوع، كمان بنته ليلى انضمت للعصابة ونشرت صورها مع طاقم العمل، وصرحت في لقاء تلفزيوني إلها إنه فتحي كان عايش معنا. ممثل من كتر ما بتقمص شخصية بتفضل عايشة معي. هل أنت شفتي فتحي ده في البيت؟ لا، كان كده في الأول ومكنش عارف إن هو يفصل ما بين ده وده، فلا قلت له بقول لك إحنا كده هنتجنن كلنا، مينفعش. التفاعل ما وقف عند هون. مع كل حلقة بيكون في موجة جديدة بتتفاعل مع الحدث الرئيسي بالقصة، وكلها بتدور حول تهديدات لفتحي ونصائح لرضوان.